أنيكول بيتش هي فكرة لتسخير الرياضة لخدمة المجتمع. إحنا نستخدم الكرة اليوم كتول to drive social change. إحنا اليوم هذه الميثودولوجي أو هاي الطريقة اللي إحنا نطبقها لأول مرة في الخليج بمساعدة خبراء وأخصائيين من أمريكا الجنوبية عندهم تجربتهم الخاصة في هذا المجال. قاعدين نحاول نخلق الدمج الفعلي لنمكن الآخر. Okay, I'm here playing football in Bahrain and it's very fun and they taught us that we should all work together as a team and we should all love each other and it's really fun.